لمتابعة معدلات العمل والموقف التنفيذي للإنشاءات الجارية بمدينة الجلود بالروبيكي، أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أنه تم إنجاز أكثر من 95% من أعمال المرحلة الأولى بمدينة الجلود، والمستهدف الانتهاء منها خلال الأيام المقبلة. المرحلة الأولى اللي انتم شايفينها هنا فيها حوالي 180 ألف متر هناجر غير الخدمات المساعدة. اتعملت فيها ورشة نموذجية، ودي حاجة من الحاجات المهمة جدا، فيها مركز أبحاث، فيها مركز صيانة، وفيها ماكينات بتخدم على صناعات صغيرة ومتوسطة اللي هي حوالي 80% من هذا المكان. احنا بدأنا نعمل ترفيق للمرحلة الثانية ووفينا على 200 مليون جنيه، فهنبدأ ترفيق المرحلة الثانية إن شاء الله. يعني يكفي أن أنا أقول لحضرتك أن احنا بدل ما بنتكلم على تصدير 1.5 مليار، بنتكلم على تصدير خلال سنتين من تشغيل المنطقة إلى 4 أو 6 مليار جنيه. ده مبدئيا في موضوع دباغة الجلود. إنما احنا عندنا مرحلة الثالثة بدأنا نشتغل فيها بالفعل، مرحلة الادينج فاليو. احنا إن شاء الله ناويين نعمل فيها مصانع، ما نصدرش الجلود خام بقى، هنصدرها مصنعة إن شاء الله، وده برضو هيعمل قيمة مضافة كبيرة وتشغيل عمالة بشكل كبير جدا. يعني صناعة الجلود صناعة بتستخدم كيماويات ملوثة بدون وفي غياب شبكة صرف مخصصة لهذا الغرض للتخلص من هذه الملوثات، بتبقى عملية طبعا ملوثة جدا، وبالذات ان منطقة مجرى العيون قريبة من مجرى نهر النيل، فالمية دي بتنزل عن طريق المياه الجوفية وبتتسلل الى مجرى النيل اللي احنا بنشرب منه كلنا. فالحقيقة توجه الدولة كان من فترة طويلة جدا ان احنا ننتهي من منطقة حديثة، مدينة حديثة لصناعة الجلود مخصصة ومصممة خصيصا لعملية صناعة الجلود على أعلى مستوى عالمي وتقنية عالمية. صناعة الجلود المصرية أو الجلود المصرية ليها مرتبة معروفة في أوروبا وبتصدر كمية كبيرة منها، لكن بعد التطوير ده أنا من ضمن أهداف الشركة أنها رفع نسب اللي هينتج من هذه الصناعة الى 4 أضعاف. ده من ضمن اهداف الشركه طبعا بتطوير التكنولوجيا بالمكان الاوسع وبجذب يعني مستثمرين اكتر، وتعليم الناس على الاساليب الحديثه للدباغه وادخال الوسائل التكنولوجيه الحديثه في اعمال الدباغه.